تخصص لا لا، الاجتماع عادي وكنديروه بشكل دوري، كنجمعوا كل الاطر اللي كتشتغل في النوادي وفي العصب باش نوضعوا يعني واحد التقييم للعمل اللي تنقوموا به، وشنو اللي كينتظرنا، وشنو هي الخارطه الطريق اللي غادي خصنا نمشيو فيها، وخصها ترجع اكثر عدد هذه الاجتماعات اللي كان كيظن بان الاداره التقنيه لاعتبارات ايضا غادي تجي باش تعطي واحد الدبلوم باش يرجع من بعد يطلب به شغل، ماشي هذا هو دورها. وراني شخص الدور اللي خص تلعبوا الاداره التقنيه، خصها تعتني بالشباب الشابات المغاربه اللي عندهم ان بوتونسييل اللي بغاو يلعبوا الكره، باش يلعبوهم الكره ويمارسوا الكره في ظروف لائقه وعلميه. هذا هو الهدف ديالنا، ان اللي استنى دابا ما رحناش، ما درناش اربع سنين. خصكم تعرفوا بلي الموسم الاول ما كانش المنظومه ديال الاداره التقنيه في هذه المنظومه، لان كان التكوين كان في واحد لو ديبارتمون اخر اللي ما كانش منتم للاداره التقنيه الوطنيه. زعما العمل القاعدي هذه دابا عامين، بيان سور النتائج حنايا بغينا نحصلوهم، بانوا بعد بعض النتائج ملي كنشوفوا المبادره اللي درنا على صعيد العصاب اللي هو اللي كان عندنا في الموسم الاول لوبجيكتيف مع لي ليغ. خرجنا ذاك الفريق الوطني اللي يلعب في دانون كاب اللي انتصر فيها في مراكش. من بعد كان عندنا الفريق الوطني اقل من 20 سنه اللي انتصر في الميداليه الذهبيه في لي جو دو لا فرانكوفوني. كاين تاهل ديال الفريق ديال الشان في الملعب ضد ليجيب. دونك كاينين النتائج، ولكن زعما حنا اللي بغينا دابا ثلاث سنين اللي جايين، لان دابا هذه 3 سيزون باش حنايا رحنا في العمل، بغينا هذوك ثلاث سنين اللي جايين بيان سور يكونوا تاهل لكؤوس افريقيا، لان عندنا اقل من 17 اقل من 20 اقل من 23 سنه حتى هما دابا عندهم، وليكيب ناسيونال اربعه ديال الفرق اللي غادي يديروا المباراه باش التاهل لكاس افريقيا 2019. هذا هو الهدف ديالنا، ولكن ما ننساوش بحال اللي قال الرئيس خاص تكون واحد العمل قاعدي اللي يكون مهم ونكونوا نركزوا عليه. واللي كنقول كاع الناس ديالنا للمدربين ديال الفرق الوطنيه، ما خاص هاد النتائج اللي هضرت عليهم يجعلونا نعسوا واحد سنين ولا سنين، خاصنا نركزوا عليهم باش نقولوا راه عندنا لو بوتونسيال، عندنا الامكانيات البشريه، عندنا الامكانيات ديال البنيه التحتيه. اليوم خاصنا لابد ان اون ميوتواليزي على هذه الخدمه هذه باش نكونوا اقوى، وتكون هذه النتائج باستمراريه وما يكونوش بالصدفه.